احنا بنكمل كلامنا النهارده عن التالنت بيبل او عن البروفيشنالز او عن الناس الناجحه اللي هي عملت سكسس كتير قوي في الحياه او اللي قدرت توصل للي هي عايزاه او اللي اكتر من اللي هي عايزاه. دلوقتي الموضوع مختلف او المره دي الموضوع مختلف ان احنا هناخد اكزامبل مثال لانسان كانت امكانياته مش كبيره، يعني كانت امكانياته تكاد تكون متواضعه او متواضعه جدا، ومع ذلك قدر يعمل السكسس او الجريت سكسس وورلد وايد، وقدر يبقى من اغنى ابناء العالم، وقدر يبقى اغنى واحد في الصين. وقدر مش كده وبس، يعني هو موضوع مش فاينانشال بس او مش موضوع مادي وبس، لا ده كمان قدر في سنه 2017 ان هو يتصنف ان هو رانكد نمبر 2 في احسن 50 ليدر او في الورلد 50 جريتست ليدر تبع تصنيف فورتشن. وفي 2018 قدرت ثروته ب 42.7 بليون دولار امريكي. هو جاك ما اللي هو الفاوندر بتاع علي بابا، بتاع موقع التسوق الالكتروني علي بابا. طيب عايزين نشوفوا ازاي قدر يوصل للنجاح ده كله، وازاي قدر يوصل ان هو يبقى واحد من احسن ليدر وواحد من اعلى الناس في الصلاه وورلد وايد. هو حط زي رولز، حط زي السيكريتس او اسرار النجاح بتاعته. اسرار النجاح بتاعته دي كانت 10 بوينت. ال 10 بوينت دول سماهم 10 سيكريتس اوف سكسس لجاك ما. اول حاجه في ال 10 حاجات هو قال get used to rejection، اتعود ان انت تترفض، اتعود ان انت تدخل في اي حاجه والحاجه دي ما تمشيش معاك او ما تكملش معاك. ده مش كده بس كمان، لا ده get used to rejection and don't take it personally، ما تاخدهاش على انها شيء شخصي، ما تاخدهاش على انها زي ما احنا بنقول ما تقولش انا اصلي دايما انا عارف نفسي كده، ولا عارف ان دايما الامور تمشي معايا كده، وعارف ان الدنيا دايما تمشي معايا كده خالص. Don't take it personally. Get used to rejection. حاول مره واثنين وثلاثه وتعود ان انت تدخل في اي حاجه والحاجه دي ما يكونش مكتوب لها ان هي تكمل، او ما يكونش مكتوب لها ان هي تكمل من اول مره. وهو نفسه خد نفسه كمثال كده. هو من اول البرايمري سكولز او من اول التعليم الابتدائي، هو في التيست او في الامتحان الخاص بالتعليم الابتدائي هو قدم مرتين وما كانش مكتوب له النجاح غير في المره الثانيه. لما وصل للميدل سكول قدم ثلاث مرات، كتب له ان هو او يعني ربنا كان كاتب له ان هو يتقبل في الميدل سكول في المره الثالثه. قدم في اليونيفرسيتيز، قدم في جامعه زي جامعه هارفارد 10 مرات، لدرجه ان اخر مره بعت لهم ميل بيقول لهم هو الميل اللي ببعته الخاص بالابلكيشن بيوصل ولا لا، وردوا عليه ميل قالوا اه بيوصل. لما خلص الكليه او لما خلص تعليمه وفكر ان هو يشتغل، قدم في عدد 30 وظيفه، يعني في 30 وظيفه قدم فيهم كان كل مره يجي له ان هو ريجكت، لدرجه ان هو لما كان بيقدم في احد سلاسل المطاعم الشهيره اللي هي موجوده في الصين، قدم 24 واحد، هو كان واحد من ال 24، اتقبل 23 واحد واترفض واحد بس اللي هو كان هو. قدم في انه اشتغل في البوليس 10 مرات، في ال 10 مرات ما اتقبلش. فبالتالي هو اتعود دايما، او ان هو كان دايما في قراره نفسه اني جيت يوزد تو ريجكشن، اتعود دايما ان انا عادي جدا ان انا ادخل في حاجه وما يكونش مكتوب ليا فيها النجاح من اول مره، او ما يكونش مكتوب ليا فيها ان انا اكمل فيها من اول مره. ليه؟ ببساطه لان الاخطاء بتبقى بينفل او بتبقى مؤلمه وقت حدوثها، لكن بعد كده مع السنين بنكتشف ان الميستيكس دي او الاخطاء دي نفسها لما بنجمعها بنطلق عليها اكسبيرينس. يعني لو خدنا مثال، مثلا كلنا لما جينا مثلا نتعلم حاجه معينه ولتكن سواقه العربيه، كلنا مرينا بالميستيكس. العربيه مره بتطفي، العربيه مره ما بتمشيش، العربيه مره بتطلع على الرصيف، الكلام ده كله، دي كلها كانت ميستيكس. الميستيكس دي لما جمعناها خلال الفترات المعينه بقت هي النهارده لما بنيجي اللي بيسوق مننا العربيه بقت هي اللي بنطلق عليها اكسبيرينس. بقى عندنا اكسبيرينس في سواقه العربيه
من الميستيكس اللي حصلت من وقت ما انا بتعلم العربيه. فدايما الميستيكس ما ازعلش منها، بالعكس الميستيكس لما انا بكون مجتهد في الحاجه وعامل اللي عليا في الحاجه وبتحصل دي انا بفرح بيها، لان هي دي بكره وبعده اللي هي هتبقى الاكسبيرينس بتاعتي. لما بنكون ماشيين بعربيه او ماشيين بوسائل مواصلات بنشوف زي اشارات كده ارشاديه بتقول لنا الزم اليمين الحته الفلانيه بعد 4 كيلو و لا، بتبقى اشارات ارشاديه ليا في الطريق. الايرورز او الاخطاء كده بالظبط دي بتديني اشاره لطريق النجاح اللي انا رايحه فيه. فالايرورز دي هي بتبقى زي الديسيبلين او زي الاشارات الارشاديه ليا اللي هي بتوريني طريق النجاح. فالايرورز من الحاجات الكويسه جدا اللي هي بتبقى زي الديسيبلينز ليا او زي الحاجه اللي بتعلمني او ترشدني الى طريق النجاح. الرئيس الهندي ابو بكر زين العابدين عبد الكلام ده كان رئيس الحادي عشر للهند، وده كان رئيس الهند في الفتره من 2002 ل 2007. هو بيطلق عليه، كان من الناس المحبوبه جدا هناك، وكان يطلق عليه رئيس الشعب من يعني كثر ما هو محبوب، او رجل الصواريخ لان هو عمل كتير في المشروع النووي الهندي. ليه انسبيريشن كوتس او ليه مقولات جميله جدا في موضوع النجاح وفي موضوع المحاولات وموضوع تكرار المحاولات. هو قال ان انت وانس ان انت وصلت وقلت انا فيل، انا فشلت في الحاجه دي، نيفر جيف اب، ما تستسلمش. ليه؟ لان هي كلمه فيل نفسها مكونه من 4 حروف اف اي اي اي. فقال اف دي هناخدها ان هي بدايه كلمه فيرست يعني اول، واي اللي هي بتاعه الفيل دي هناخدها انها اتم محاوله، اي ايه ليرنينج. فكلمه فيل كل ما امر حاجه واقول ان انا فيل في الحاجه دي دايما افتكر ان فيل هي اختصار للفيرست اتمب ان ليرنينج. دي اول محاوله ليا في التعلم، اول محاوله ليا في ان انا اتعلم ان الطريق ده ما ينفعش، ان الطريق ده لازم اشوف طريق غيره. وبرضه نفس الرئيس الهندي قال ان انت احيانا بتوصل لكلمه نو، تقول انا مش هكمل في الحته دي تاني او انا مش هقدر اكمل فيها. فقال حتى نو نفسها اللي هي ان او، ان فور نيكست واو فور اوبورتيونيتيز، يعني وسيله اخرى، فرصه اخرى. يعني حتى انا لما بقول نو مش هكمل في الطريق ده، ده معناه برضه ان انا وصلت ان الوسيله دي او الفرصه دي مش هتنفع واشوف وسيله اخرى. حتى ايفن لما بوصل ان الطريق اتسد خالص وانا وصلت للان، ان نفسها مكونه من 3 حروف اي ان دي. اي هناخدها ان هي بدايه كلمه افورتس، وان نيفر ودي بايز، يبقى افورت نيفر بايز. المجهود اللي انا بعمله او الافورتس اللي انا بعمله مش هينتهي ومش هيموت، هلاقيه وهلاقيه، ممكن الاقيه مش في المجال اللي انا فيه لكن هلاقيه في حاجه ثانيه، لاني مفيش مجهود بينتهي ومفيش مجهود مش بكافئ عليه. اكيد هكافئ عليه حتى لو لم يتم مكافاه في نفس الحاجه، هلاقيه في حاجه ثانيه. شاعرنا الجميل التونسي ابو القاسم الشاري اللي هو بيسموه شاعر الخضراء، ده عاش من سنه 1909 لسنه 1934، عاش 25 سنه. وليه هو متاخد كتير من ابياته محطوطه في النشيد الوطني التونسي، وبقيه النشيد الوطني التونسي اللي هو اسمه اراده الحياه معموله عاملها مع الشاعر المصري مصطفى صادق الرافعي. مصطفى صادق الرافعي شاعرنا الجميل اللي هو عاش من 1880 ل 1937، وده بيسموه معجزه الادب العربي اللي هو مصطفى صادق الرافعي. ابو القاسم الشاري قال: ومن يتهيم صعود الجبال يعيش ابدا الدهر بين الحفر. فبالتالي انا لو مش جيت يوز تو ريجكشن اللي هو المبدا الاولاني اللي قاله جاك ما، لو انا مش هبدا احاول دايما في كل حاجه ان انا اكمل او ان انا اشوف طريق اخر، هعيش طول عمري بين الحفر، هعيش طول عمري في العيشه اللي انا عايشها، مش هيبقى فيه تغيير، مش هيبقى فيه تطور، مش هيبقى فيه امبروفمنت وديفلوبمنت. النقطه الثانيه اللي قالها جاك ما في المبادئ اللي هي خلته ناجح وخلته وورلد وايد ليدر وخلته واحد من اغنى اغنياء العالم: كيب يور دريم الايف،
تمسك دايما بالحلم، وتمسك دايما بالحلم ده هيجي له يوم يتحقق، هيجي له يوم يبقى ترو، هيجي له يوم تشوفه فعلا موجود. ولكن لازم بليف ان يور دريم، وبليف دايما ان مش التكنولوجيا هي اللي بتعمل النجاح، لا التكنولوجيا عمرها ما عملت النجاح. دايما الدريم او الحلم او التخيل بتاع الانسان اللي بيبقى ورا التكنولوجيا هو اللي بيعمل النجاح ده. يعني احنا مثلا لو خدنا مثال للموبايل كديفايس، مش التكنولوجيا اللي عملت الموبايل بس، لا كان قبلها في حلم ان الناس تتصل ببعض وان الناس تكلم بعض في كل مكان في العالم من غير ما في سلك او من غير ما في كونكشن يشوفوه. ده في الاول ده كحلم كفكره، واحد حلم حلم وقال انا لازم احققه لازم افكر فيه. مع الحلم ده ابتدى يدور على الوسائل التكنولوجيا والوسائل اللي فيها ابداع اللي هي يقدر منها يوصل بالتكنولوجيا دي يوصل للحلم اللي هو عايزه. لكن في الاول بدا بحلم واصر على الحلم ده مهما كانت الصعوبات، وبالتالي التكنولوجيا خدمت الحلم. فالحلم جه قبل التكنولوجيا وليس العكس. فدايما keep the dreams alive او keep your dreams alive، او دايما احرص ان الحلم بتاعك يبقى دايما موجود ودايما صاحي جواك. النقطه الثالثه اللي قالها جاك ما من مبادئه، دايما في شركاتنا او في الاماكن اللي احنا شغالين فيها نركز دايما على ثقافه المؤسسه، focus on culture. ليه؟ الثقافة بتاعته أو المؤسسة بتاعته أو الفكر بتاعه، المؤسسة بتاعته بدأت ب 18 موظف موجودين معاه. النهاردة الشركة فيها أكثر من 20,000 موظف. الحاجة الأساسية في الثقافة اللي هي خليته عمل كل الحلم ده أو عمل الحلم الكبير ده، إن هو حط عند الناس كلها ثقافة واحدة إن لازم كل اللي موجودين في المؤسسة يساعدوا بعض. مفيش حاجة اسمها ان في الديبارتمنت بتاعي او في الاسم بتاعي وانت في الديبارتمنت بتاعك، لا كلنا بنكمل شغل واحد وكلنا كثقافة بنساعد بعض. لما كلنا كثقافة بنساعد بعض كلنا بنقدر نبني الماني، كلنا بنقدر نبني الثروة، كلنا بنقدر نبني النجاح اللي احنا عايزينه. لكن الكالتشر بتاعنا، الكالتشر اللي هو زرعها جوه المنظمة او جوه المؤسسة او جوه علي بابا للتسوق الالكتروني، ان كل الناس الموجوده تساعد بعض، لان هو ده اللي بيكمل النجاح كله. النقطه الرابعه اللي قالها جاك ما، دايما اجنور او تجاهل الليتل بيبل، دايما تجاهل او سيبك من الناس اللي هي تحبطك. هو اول ما قال الناس فكرته وفكره علي بابا، كل واحد كان يسمع الفكره دي يقول له دي اكتر فكره فاشله انا سمعتها، اكتر فكره فاشله انا سمعتها في حياتي هي فكره اللي انت بتقولها. ومع ذلك هو بقى واحد من انجح المشاريع العالميه، بالرغم ان كلهم قالوا مش هتنفع، بالرغم ان كلهم هددوا منها، الى ان المؤسسه دي حاليا 800 مليون واحد، اكتر من 800 مليون واحد بيستخدموا المنتج بتاعه، بيستخدموا علي بابا للتسوق الالكتروني. فبالرغم ان هو سمع في الاول كلام كتير محبط وسمع في الاول كلام كتير مش كويس، الا ان هو عرف يتجاهل الناس دي، يبعد شويه عن الناس دي ويكمل النجاح بتاعه. ان انا عشان انجح في اي حاجه في حته اجنور الليتل بيبل ديت، لازم تبقى اقوى حاجه عندي الباور اوف بوزيتيف ثينكينج، قوه التفكير الايجابي. لازم يبقى عندي ريبليسمنت او ان انا استبدل النيجاتيف ثينكينج اللي جوايا ببوزيتيف ثينكينج. ليه؟ لاني وانس ان انا استبدلت النيجاتيف ثينكينج اللي احيانا بعض الناس بيسيبوني بيه لبوزيتيف ثينكينج، انا كده ستارت او بدات في ان انا احصل على البوزيتيف ريزلت. البوزيتيف ثينكينج هو اللي هيجيب لي البوزيتيف ريزلت. وحياتنا كلها بشكل عام او اور لايفز كلها بشكل عام بتبقى حصيره لافكارنا ومعتقداتنا والحاجات اللي احنا بنؤمن بيها. المبدا الخامس اللي قاله جاك ما، مبدا مهم جدا، قال دايما جيت انسبايرد، دايما حمس نفسك. حمس نفسك باغنيه ما، حمس نفسك بفيلم ما، حمس نفسك بوسيله من الوسائل انك تقدر تعمل انرجايز يور سيلف، تقدر تحمس نفسك بيها وتقدر تكمل تاني، تكمل نجاحك بيها وتكمل شغلك بيها. هو كان بيقول ان في اغنيه معينه هو لما بيسمعها بتعمل له انرجايز، وكان بيغنيها وبيغني معاها وبيغني معاها بصوته وبيغني معاها بقوه، كانت بترجعه مره ثانيه
انسبايرد وترجعه مره ثانيه انرجايز. الحاجه الثالثه او المبدا الثالث اللي هو قال عليه، قال دايما ستي فوكس، خليك مركز. يمكن احنا دايما في كل الاماكن او في اغلب الاماكن اللي بنشتغل فيها بيعلمونا دايما ستي فوكس على الكومبيتيتور، على المنافس. شوفوا المنافس بيعمل ايه، شوفوا المنافس بيفكر ازاي، شوفوا المنافس بيعمل اكتيفيتيز او انشطه ازاي. لا، هو المبدا اللي حاطه قال لك دايما ستي فوكس على الكاستمرز، على الزباين بتوعك. هم دول اكتر ناس تخليك مركز معاهم، تشوف النيد بتاعتهم، تشوف الاحتياجات بتاعتهم، تشوف الفيدباك بتاعهم، بيقولوا ايه على المنتج بتاعك، بيقولوا ايه على الخدمه اللي انت بتقدمها او على السلعه اللي انت بتقدمها او على الفكره اللي انت بتبيعها. فدايما خليك مركز، ستي فوكس على الكاستمر بتوعك، لان هم دول الحاجه او هم دول المهمين اللي هم هيفيدوك بعد كده لو انت عايز تطور نفسك او لو انت عايز تغير من منتجك او من خدمه او من الفكره اللي انت بتقدمها. النقطه السابعه اللي هو قالها، قال لك دايما لما تيجي تعمل مشروع او تنشئ مشروع او فكره او سلعه او ما شابه، دايما هاف ا جود نيم، خليك في الاسم السهل، الاسم اللي يجذب الناس كلها. يعني هو لما جه اختار علي بابا اختاره ليه؟ مع ان هو راجل صيني، اختار علي بابا يعني ده الاسم اللي ملوش اي تحزبات، العالم كله عارفه، هو اساسا قصه خياليه، فما فيش حد يقدر يقول له القصه دي صح او القصه دي غلط او القصه دي حصلت او لا، هي قصه خياليه الناس كلها عارفاها، الناس كلها بتحب الكاركتر. اسم سهل حفظه، اسم يبدا بحرف الاي، فبالتالي حتى ايفن لما انا اجي اعمل سيرش في النت او سيرش باي حاجه هو اول حاجه هتطلع لي. دي كانت بتفيده ايام ما كان الموقع مش مشهور قوي وما كانش الفلتريشن من خلال النت والى اخره اتطور باللي احنا شايفينه دلوقتي. المبدا الثامن اللي جاك ما يعني يمكن مرتبط ببوينت قلناها قبل كده، ان قال الكاستمر او الزبون او الزبائن لازم يكونوا نمبر 1 في اهتمامك. يبقى الكاستمر ده نمبر 1، الامبلوي او الموظف اللي عندك في الشركه هو نمبر 2، الشير هولدر او الناس اللي مشاركه او مساهمين الشركه او اصحاب الشركه هم نمبر 3. يعني هو في ادارته لشركته او في ادارته لمشروعه كان دايما حاطط ان الزبون او الزباين اللي بيتعاملوا معاه هم رقم 1، هم نمبر 1. يعني متخيل حتى الناس اللي مشاركين معاه في الشركه بتاعته او المساهمين معاه في الشركه بتاعته كان حاططهم نمبر 3. كان اول حاجه حاططها الكاستمرز، تاني حاجه كان حاططها الموظفين اللي موجودين في الشركات بتاعته، وتالت حاجه كان حاطط الشير هولدرز او المساهمين. النقطه التاسعه او المبدا التاسع اللي هو قاله، دونت كومبلين، ما تشتكيش. وانس ان انت ستوب كومبلين، فايند ذا تشانس، فايند ذا اوبورتيونيتيز، فايند سكسس. مش كل حاجه الانسان يقعد يشتكي، انا ما عنديش كذا، انا ناقصني كذا، انا الحاجه الفلانيه دي طالما مش موجوده معايا مش هقدر اعمل النجاح المطلوب، انا حظي مش كويس، انا دونت كومبلين. وانس ان انت وقفت الكومبلينز، وقفت الشكاوي، بطلت لعب دور الضحيه، بطلت الاكسكيوزز لكل حاجه ما قدرتش تحققها، هتوفر الانرجي بتاعك، هتوفر مجهودك في الشكوى وفي الندى وفي الريجريت، ان انت تجد نيو اوبورتيونيتيز، ان انت تجد نيو تشانسز فور سكسس. فدي نقطه مهمه جدا اللي هي وانس ان احنا وقفنا الكومبلين، وانس ان احنا بطلنا نشتكي، هنلاقي التشانسز وهنلاقي الاوبورتيونيتيز. النقطه العاشره هو سالها في سؤال، يعني سال ازاي سكسسفول في حياتي؟ ازاي ان انا انجح في حياتي؟ دي النقطه العاشره. قال لك ما كنتش هقدر انجح في حياتي لو انا ما عنديش باشن، لو انا ما عنديش شغف ان انا انجح، لو انا ما عنديش اصرار ان انا انجح. اتمنى ان انا يبقى عندي باشن، عندي شغف، عندي حب ان انا انجح، عندي حب ان انا بأديه، عندي بقول لازم هكمل في اللي انا بعمله، لازم هكمل في اللي انا بأديه، عشان هو ده اللي هيوصلني اللي انا عايزه، هيوصلني للنتيجه اللي انا عايزها. فبالتالي العشر نقاط اللي هو حطهم جاك ما كلهم يهمونا، كلهم لازم نمشي عليهم. من اول جيت يوز تو ريجكشن، وما ناخدش الحاجه دي بيرسونالي، لان احنا كيب اور دريمز الايف، ونفضل دايما مؤمنين ان هي هيجي لها يوم تحصل. نفوكس على الكالتشر بتاعتنا، على الكالتشر بتاعت الشركه، وان الناس كلها اللي جوه الشركه او جوه المشروع اللي انا بعمله لازم يبقوا بيكملوا بعض وبيكملوا شغل بعض،
بان انا اجنور الليتل بيبول اللي هي دايما تحبط وتقولي لا اللي انت بتعمله مش هيحصل، مش اللي انت بتقوله ده مش مظبوط. ليه جيت انسبايرد ان انا دايما احمس نفسي بحاجه، فيلم، اغنيه، بمقوله، ان انا دايما ابقى ستي فوكس، دايما مركز، ان دايما اركز على الكاستمر بتاعي او دايما اركز على الزباين بتوعي، لان هم دول الثروه الحقيقيه. مش دايما فوكس على الكمبيوتر، صحيح الكمبيوتر ليه دور وصحيح بركز عليه وبشوفه بيعمل ايه وبتعلم منه واستفيد منه واستفيد من اخطائه واستفيد من نجاحاته، لكن في المقام الاول الكاستمر، وحتى حاطط نقطه كامله ان الكاستمر رقم واحد، الموظفين في الشركه رقم اثنين، الشير هولدرز او المساهمين رقم ثلاثه. دايما لما اجي اعمل سلعه او خدمه او شركه لازم اختار الجود نيم، لازم اختار الاسم الكويس السهل اللي الناس تعرفه ويلزق في دماغ الناس بسهوله وتحفظه وتقدر تردده بسهوله. ابطل دايما الكومبلين والشكاوى على طول، لان وانس ان انا وقفت الكومبلين بجد التشانسز وبجد الفرص كتيره قوي للنجاح حواليا، بس انا ما كنتش شايفها من كتر ما انا عمال اشتكي ومن كتر ان انا شغال بليم جيمز، بلوم اللي حواليا وبلوم الظروف وبلوم كل حاجه الا نفسي. عايز اغير الكون كله بس مش قادر اغير نفسي، او مش قادر اغير الحاجات اللي هي مش مظبوطه اللي هي عندي. واخيرا لازم يبقى عندي باشن، لازم يبقى عندي شغف، لازم يبقى عندي حب للحاجه اللي انا بعملها واصرار ان انا هعملها. اتمنى لحضراتكم جميعا كل نجاح وكل التوفيق، ودايما نستمر في الحلقات الخاصه بينا اللي هي حلقات البروفيشنال او الترنت، وان شاء الله نكون مع حضراتكم على طول. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.